جاءت طائفة أخرى، فهؤلاء رأوا ما لقيه أمير المؤمنين من أن الناس لم يجتمعوا عليه رغم حقيته بالخلافة، ورأوا كيف أن أهل النهروان، أهل النهروان والخوارج هم السواد الأعظم منهم، كيف قتلوه في صبيحة صلاة الفجر، فحملوا عواطفهم كلها إليه من غير عقل، وما زال يدخل فيهم من يجعلهم طريقا إلى ما يريد من رغبات الدنيا أو لذم أهل الإسلام، حتى أصبحوا يستغيثون به من دون الله، وربما وجد من غلاتهم من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند ربه يحتاج إلى شفاعة علي، ومعلوم أنه لا أحد أبر بعلي من ابنيه الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، وهما على فضلهما وجلالة قدرهما ورفيع مكانتهما لم يقل منهما أحد بشيء من هذا في حق أبيهم علي بن أبي طالب، فهو صحابي جليل من العشرة المبشرين وسيأتي، ولا يمكن أن يتجاوز به المكان الذي أعطاه الله إياه، كما لا يجوز أن يتجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي أتاه الله إياه، ولا يمكن أن يتجاوز بالملائكة الأمكنة التي أتاهم الله إياه، الله يقول عن ملائكته وما منا إلا له مقام معلوم، ويقول جل وعلا ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، ويقول في خطابه لأنبيائه جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن إن فهم هذا فإن الباطل لا يرد بالباطل، ولا يحجمك عن الحق من تلبس به من أهل الباطل، فيوجد طائفة وإن كانوا قلة أحجموا عن حب علي وآل بيته، عن حب علي والحسن والحسين، وربما يأنف أحدهم أن يتسمى بتلك الأسماء خوفا من أن يقدح فيه ويتهم بأنه كذا وكذا، والحق كما قلت لا يدفع بباطل وإنما يدفع بالحق،